أنا دلال أحمد العماري، بفضل الله حصلت على المرتبة 7 على مستوى الكويتيين بنسبة 98.3 من مدرسة ليلى الغفارية. بصراحة أنا تفاجأت لأن توقعت أكون من 50 الأوائل، بس بفضل الله وصلت المرحلة 7 على مستوى الكويتيين من القسم الأدبي. أنا كنت أحاول أني أقوم قبل الحصة، يعني أحضر الحصة كاملة، يعني أحضر لها، أشارك مع الأبلة. أنا أمي وأبوي كانوا أكثر ناس يدعموني بهذه الفترة، كانوا يعني هيئوا لي الجو المناسب دائما، خصوصا فترة كورونا الحين كانوا يعني هيئوا لي الهدوء، والمكان دائما يكون يعني صخة. أنا إن شاء الله راح أدخل كلية الشريعة في تخصص فقه مقارن، لأن أحب أني أجمع بين الدين والدنيا، أحس يعني هذا التخصص يشبهني. أحس بالدراسة بالكويت الحين راح تكون يعني الخيار الأسهل، لأن صعب الحين نطلع نسافر برا، يعني ندرس برا. فأنا يعني قررت، أو يعني تحتم علي نقدر نقول، أني أدرس هني وإن شاء الله راح أكمل دراسة بالكويت.